اليوم شعراؤنا ينضحون بمشاعر تختلج في نفوسهم ويشاركهم بها الكثيرون. لذلك نحن أتينا لا لنستمع لآلامهم، بل لنرى أسلوب تعبيرهم عن هذه الآلام، وأرجو أن يكون أسلوبا مبتكرا، لأن الفن التشكيلي والمسرح والفنون السينمائية قد تطورت وأخذت منحا جديدا خلال هذه الحرب، فأرجو أن يكون الشعر أيضا قد يعني أدى قفزات إبداعية. هي أمسية شعرية موسيقية تقيمها الهيئة العامة السورية للكتاب بالتعاون مع مكتبة الأسد الوطنية، ويشارك فيها نخبة من الشعراء المتميزين حقيقة والموسيقيين أيضا. طبعا هو احتفاء بيوم الشعر العالمي. الشعر لا يحتاج ليوم واحد، يعني بالنسبة للشعراء هم ينتجون ويكتبون وهم مسكونون بالشعر يوميا، لكن يعني الأمم المتحدة اليونسكو رأت أن يكون هناك يوم خاص بالشعر، وبالتالي يعني أصبحت جهات كثيرة ثقافية وفكرية تحتفي بمثل هذا اليوم، بما فيها طبعا نحن في وزارة الثقافة. الشعر تبقى له مكانته ليس على الصعيد العربي لأننا نحن نحتفل بالشعر كديوان العرب، لا أيضا على الصعيد العالمي، فللشعر مكانة في سبر الأغوار العميقة للنفس. فحتى الرواية أو الدراما أو الأجناس الأدبية الأخرى من مسرح وغيره لابد أن تحتاج إلى الشعر في مفاصل من عملها. لهذا تبقى للشعر المكانة الكبيرة في العمق، إذ لم يكن على الصعيد الأفقي ففي العمق له مكانة كبيرة تحتاجها كل الأجناس الأدبية وكل الفنون. الاحتفاء بيوم الشعر العالمي هذا يعني أننا نحتفي بالحياة في هذه العاصمة، عاصمة أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، وهي العاصمة التي أنتجت لجميع أنحاء العالم وبلدان الدنيا كلها الخط الأول والأبجدية الأولى والموسيقى الأولى. لا يزال أصوات شعرائنا العظام يملأ السمع والأفئدة من سوريا الكبرى. طبعا أن نحتفي بيوم الشعر العالمي فهذا يعني أننا آتون لكي نقول نعم للحياة ولنشيع الحياة في أرجاء وطننا.